بيبقى ظهر عندهم حاجة ولا لسه؟ اه ظاهر ده اه تمام، لسه ايه ظاهر. الظهر ده بقى؟ حد يقرأ، حد يفهمنا، حد يقول أي حاجة. طيب ايوه يا دكتور، الاستاذ زهر. ماشي، لا أنا عايز بقى السلايدز بتقول إيه؟ eats and shoots the leaves تقريبا. اه it's تقريبا breaks انت in بتتكلم عن البنكتويشن يا دكتور، حاجه كده زي ان انا اظبطه اشمعنى؟ يعني. اشمعنى او عرفت منين؟ هو ده هو بيقول الكلام. ذا زيرو تولرنس ابروتش تو بنكتويشن، بس وحاطط بنك، وحتى اللي هو الباندا اللي فوق بيمسح علامه الكوما، فاعتقد يعني هو كده ولا ايه؟ واعي بيمسح علامة الكون. طيب ماشي، طيب بيمسح علامة الكومة دي بقى. هو ده عنوان كتاب، الكتاب ده المفروض إن هو كان بيست سيلر في إنجلترا. أي سنة؟ تمام، معلش اللي عنده هو اللي عنده اللي فتح المايك أو عنده دوشة بس. المفروض إن الكتاب ده كان بيست سيلر في إنجلترا في سنة ما، فكان أستاذ الدكتور البحراوي كان هناك تقريبا في مطار، كان في ترانزيت ولا إيه، فشاف الكتاب فعجبه فجابه، يعني إيه، خلى محتوى أو خلى عنوان المحاضرة يبقى اسم الكتاب. الكتاب ده اسمه كده ليه بقى؟ هو بتاع واحدة اسمها لين تراس، الكتاب اللي هو Eats, Roots and Leaves The Zero Tolerance Approach to Punctuation. احنا عايزين نتكلم على Punctuation. Punctuation ده اللي هو ايه؟ علامات التقييم. علامات التلقين بالظبط. طيب ده كان في 2004، الكتاب ده صدر. ماشي، حد يقرا؟ اقروها انتوا الاول وبعدين نشوف بقى حد يقرا بصوت عالي كده ونشوف فهمتوا ايه. أنا قرأت، ممكن أقول استنى بس شوية، لكن الناس كلها قريت. خلاص احنا قرينا الحمد لله. في حد لسه مخلصش قراية؟ ده اللي حد لسه مخلصش، دي هتستبعد الناس اللي هم اللي بيبقوا حاضرين بالاسم بس وهم يشوفوا مصالحهم. صح، بيبدو كده انكم اتعلمتوا الريدنج سكيلز بتاعت المرة اللي فاتت وبقيتوا كلكم بتقروا بسرعة. كويس، الحمد لله. طيب اتفضل يا احمد نصر الدين. الفكرة، النقطة يعني في القصة إن يتأهل شوت الأول. طيب a panda walks into a cafe. He orders a sandwich, eats it, then draws a gun and fires two shots in the air. Why? Asks the confused waiter as the panda makes towards the exit. The panda produces a badly punctuated wildlife manual and tosses it over his shoulder. I'm a panda, he says, at the door, look it up. The waiter turns to the relevant entry and sure enough finds an explanation. Panda, large black and white bear-like mammal, native to China, eats, shoots, and leaves. فهمنا. هو النقطة إن shoots ليها معنيين، يا إما جزء من النبات
يا إما الشوت ماشي معناه إن هو يضرب بالمسدس. جامد. والفكرة إن الكوما ال usage بتاعتها إن هي بتليست multiple حاجات من نفس النوع. استنى بس يعني فسر الجملة اللي انت قلتها بتاعت مالتيبل حاجات دي. يعني كذا حاجة من نفس نوع الكلمة، هل هي noun ولا verb ولا يا دكتور تعمل ايه بقى في هل... الحاجات دي؟ فهو هنا لما حط الكوما عمل list ل eats اللي هي verb و shoots كده معناه انه قصده ان هي جايه بمعنى verb برضو، لان هو لو انت هتسرد حاجات من نفس النوع فبالتالي اكيد eats و shoots من نفس النوع، ف eats verb، فهنا shoots هتبقى هي shoots الverb. طيب وايه اخبار ليفز؟ طيب والليفز برضو نفس الفكرة زي shoots، هي ورق الشجر، بس برضو بتيجي بمعنى ال leaves يقدر يمشي. تويمش. ماشي فهو تمام. لو انت شلت الكومه هتكون الجملة اللي هي بالمعنى الصح ان هو eats ياكل shoots وleaves. تمام بس انت بعد ما حطيت الكومه خليت ان دي مش جملة جملة كاملة، خليتها لسته من الفيربس. حد فاهم اللي احمد قاله؟ مش فاكر. هو قصده يقول يا دكتور ان هو الباندا عشان هو قرا الساين غلط، عشان خاطر حته الابوستروفي هو فهمها غلط، عشان خاطر بيقول لك eats shoots and leaves، دي خلاص ما بقتش، دي بقت زي ما حضرتك بتقول وصف، اللي هو انا داخل باكل وبضرب وبمشي. انما لو هو شال الكوما كان هيبقى جمله على بعضها تبقى eats shoots and leaves. هو هما الباندا بياكل الجزء من النبات والايه والليفز مع بعض. طيب تمام. يبقى هو هنا القصه اللي بيحكيها بيقول لك على ان كان في مانيوال او حاجه زي ديكشنري او حاجه، بس الكونتيشن بتاعه وحش، فمعرف الباندا ان هي لارج بلاك اند وايت بير لايك مامل، ماشي من الثدييات، لونه ابيض في اسود شبه الدبه ناحيه تشاينا او حاجه. eats shoots and leaves، فهو هنا بيقول لك eats وشوتس وليفز ان هو بياكل ويصوب او ينشط او يضرب وبيمشي، فكان الاصح ان الكوما دي ما تبقاش موجوده، ان eats shoots جمع شوت مش ان هو فيرب وده التصريف بتاعه، شوتس اللي هي زي اغصان او حاجه، and leaves اللي هي جمع leaf اللي هي ورقه، ان هو بياكل اغصان واوراق وكده، فكان المفروض eats shoots ان هو بياكل الاغصان والاوراق مثلا، ماشي، بس نتيجه الكوما اللي اتحطت هنا بالغلط لان هو badly punctuated wildlife manual، فبيقول لك ايه ان هو بيضرب ان هو بياكل ويضرب ويمشي، فده اللي الباندا راح عمله عشان هم بيقولوا عليه ان هو بياكل ويضرب ويمشي، ماشي، فكوما غيرت المعنى تماما زي ما نشوف امثله تانية كمان شويه. طيب ايه اللي مكتوب ده بقى يا هشام؟ To the memory of the striking Bolshevik printers of St. Petersburg who is the introduction. طب الانتروداكشن دي علاقتها بالموضوع؟ هو انت قصدك تقول اهداء مثلا او حاجة؟ ايوه. طيب ايه علاقتها بالموضوع؟ انه هو عايز يذكر الميموري الذكرى بتاعت بولشيفيك. مين بولشيفيك تبع؟ تسمعوا عن الثورة البلشفية؟ لا ما سمعتش عنها خالص. ما اعرف، انها كانت في روسيا تقريبا. في روسيا ايوه. امتى؟
دي تقريبا الأطاحة بالاتحاد السوفيتي تقريبا، ولا انا فاكر غلط؟ هو في أوائل لا استنى، القرن العشرين، ده قبل الاتحاد السوفيتي يعني. لا بعدين مش ده أوائل كان صح. القرن العشرين، بيقول لك في 1905 كده، في الفرنج ده. سان بطرسبورغ دي مدينة في روسيا، ماشي. فبيقول لك يعني إيه، بيذكر الثورة البلشفية، إن الناس اللي كانوا شغالين في المطابع كانوا بيطالبوا إن هم يدفع لهم أجر البانكتويشن ماركس، علامات الترقيم، زي ما بيدفع لهم للحروف، ماشي. إن هم كان بيدفع لهم تقريبا على الحروف اللي هم بيكتبوها، بس البانكتويشن ماركس لا مش محسوب. فهم طالبوا بإن البانكتويشن ماركس دي مهمة زي ما الحروف ما هي مهمة، وبالتالي ده أدى بقى للثورة الروسية والثورة البلشفية في روسيا، ماشي. طيب Caring about matters of language is unfortunately generally associated with small-minded people, but that doesn't make it a small issue. يعني إيه؟ إن إحنا نهتم بالحاجات اللي هي عاملة زي دي، ناس اللي هي فهمها على قدها بتبقى موجودة في الناس اللي بتفهمها على قدها يعني، بس ده ما يعنيش إنها حاجة كبيرة يعني، حاجة صغيرة ناس. تمام، يعني دي حاجة حلوة ولا حاجة وحشة؟ طيب ماشي، أنا قصدي يعني إن إحنا نهتم بالحاجات الصغيرة زي punctuation دي، بتأثر في اللغة عامة، ممكن تمام تؤدي للمعاني غلط، تؤدي للفهم غلط. تمام فهنا بيقول لك ان لما بنركز في حاجات صغيره كده او حاجات دقيقه كده في اللغه مثلا، فده للاسف الناس بتعتبره ان فراغ، او واحد دماغه صغيره او جاي في الهيفا ويتصدر زي ما بيقول، ماشي. بس ده مش معناه ان دي حاجه صغيره او حاجه عبيطه او حاجه ملهاش لازمه، لا بالعكس، ده ممكن فصله او ممكن حاجه صغيره زي كده تنقل معنى من حاجه لحاجه تانية خالص، ممكن تسبب مشاكل لو انت عامل عقد مثلا بينك وبين طرف تاني، عقد بقى توريد حاجه معينه، عقد بين المالك والمقاول مثلا او الاستشاري او كده. فلو في حاجه انت ما احسنتش صياغتها، او الفصلة او النقطه او حاجه مش محطوطه في مكانها مظبوط، ممكن تؤدي لمعنى تاني خالص وتخسرك فلوس، او ممكن تعمل مشكله بينك، ماشي. فمش حاجة قليلة، حاجة يستهان بيها. طيب هنا بيقول لك ألبوس مانوتيوس ذا إلدر invented the italic typeface and printed the first semicolon. إيه الـ italic typeface ده؟ مش ده الخط اللغة الإيطالي اللي هو بيبقى مايل كده شوية ده؟ الخط المايل، ماشي، اللي هو في الوورد عندك بيبقى ايتاليك او كنترول اي، يقلب لك الحرف او الحاجه اللي انت معلم عليها ايتاليك او مايله، ماشي. فهو ألبس مانيتيوس الكبير هو اللي اخترع الايتاليك تايب فيس، وطبع اول سيمي كولون. سيمي كولون دي اللي هي ايه؟ فاصله منقوطه. فاصله منقوطه، ايه استخدامها؟ هنشوف كمان شويه. طيب جه ألبس مانيتيوس الصغير بقى، stated in 1566 that the main object of punctuation was the clarification of syntax. قال لك أو عرف إن أهمية أو الوظيفة الأساسية للpunctuation هي إنك توضح العبارة أو توضح بناء أو تركيب الجملة، ماشي. طيب بيقول لك while some people look in error at a badly punctuated sign, the world carries on around us, blind for our plight. Those people are like the little boy in the sixth sense, who can see dead people, except that they can see dead punctuation. يعني في ناس زي ما تقول كده ايه، بيلقط كده بسرعه او بيضايقوا او يعني في ناس بتركز في الحاجات في البادلي بانكتويتد ساين، الحاجات اللي هي البانكتويشن بتاعها وحش او كده، ماشي. ف يعني في ناس بتاخد بالها او بتلقطها بسهوله زي الحاسه السادسه،
دي كانها حساسات عندهم بيلقط بيها لو في حاجه مش راكبه او حاجه مش مظبوطه في الجمله. ماشي، زي اللي كان في فيلم اسمه ذا سيكث سنس، كان بيشوف ناس ميته، ده انما ده بيشوف ديد بانكتويشن، هو البانكتويشن بويز. بيقول لك ذا سيفنث سنس اللي هي ايه بقى؟ ايه المشكلة في الجملة الأولانية هنا؟ apostrophe في كابيتال في نص الجملة، في الكومة اللي قبل فور، الكومة اللي قبل فور. لا، في عند بوك في apostrophe واس، البوك نفسها أصلا كابيتال وفيديو كابيتال غلط، ومفيش ابوستروفي عند فيديو. غلط ليه بقى؟ الابوستروفيز كلها غلط عشان خاطر هي مش اختصار لحاجه كده، كاني بقول تقول سي دي از مش سي ديز اللي هي جامع سي دي. هو جامع سي دي بتكتب ازاي؟ سي دي يعني عندك سي دي وسي دي وسي دي وسي دي، يبقى اسمهم ايه او يتكتبوا ازاي؟ ان هم كتير. سي دي جنبها اس. صح، فدي نفسها مظبوط. مش هبص في اس يا دكتور، معناها يعني المحل اللي بيبيع السي دي مثلا، يعني ساعات في اس كده ملكيه تعتبر لمحل مثلا، يعني او دي في ديز، يعني محل بيع الدي في ديز مثلا او بوك. واحده واحده، هي مش بتعني كده في الجامعه. جمع سي دي سي ديز دي كده مظبوط، جمع دي في دي ايه؟ فيديوز كده مظبوط. كده مظبوط. فيديو بوكس. هي سي دي معناها ايه؟ نعم، سي دي معناها ايه؟ كورس سنسر، اسطوانه خزنه معناها. ايوه كان اسمها اسطوانه ايه؟ اسطوانه المدرسه. ايوه برمجيه غالبا. اسطوانة ممغنطة، مدمجة متهيألي، او مدمجة اللي هي كومباكت ديسك. كومباكت ديسك، مظبوط. فده اصلا اختصار لحاجة، فخدوا السي من كلمة والدي من كلمة فبقت سي دي. الدي في دي برضه كانت اختصار لحاجة، الدي في دي كانت اختصار ايه؟ هو انا ههبط بس يعني ديجيتال فيديو ديسبلاي. دي الهبدة ولا دي الصح؟ لا دي الهبدة. الهبدة. طيب انت عايز ايه الهبدة؟ هي ديجيتال فيديو ديسك. ديجيتال فيديو ديسك. انت عملت سيرش على النت ولا عارفها؟ عملت سيرش. طيب يعني دي في دي اختصار حاجة برضه، فلما حاجة تبقى مختصرة وعايز تجمعها تحط ايه؟ بص بس. طب فيديو اختصار ايه؟ مش اختصار حاجة. مش اختصار حاجة، هي المفروض اصلا ما تبقاش كابيتال دي حاجة. نفس الكلام عند بوك، المفروض ما تبقاش كابيتال لان هي مش اختصار حاجة. فغلطة ان هما الاتنين دول المفروض ما يبقوش كابيتال. الغلطة التانية ان لما نيجي نجمعهم يبقى المفروض هجمع بوك تبقى ايه؟ بوكس من غير ابوستر فيه. من غير بوستروف، يبقى بوكس من غير بوستروف. ماشي. طيب تاني جملة ايه المشكلة اللي فيها؟ ويكس في ابوستروف، في حرف كابيتال اول كل كلمة، وده ما ينفعش تقريبا. في ابوستروف بعد الاس صح؟ المفروض هنا يبقى في ابوستروف. ماشي، ان هي نوتس بتاع 2 ويكس او 2 ويك، يعني هتقول قبلها باسبوعين مثلا. ماشي، فعشان تعمل ابوستروف لل 2 ويكس او الحاجه المجموعه تبقى بعد الاس. طيب في حد كان بيقول حاجه؟ يوسف فريدي ولا كان مين؟ كان بيقول ان ما ينفعش ان احنا نحط كابيتال ليترز في نص الجمله. ليه بقى؟ مش اول سطر يعني؟ مش اول سطر؟ مش أول إيه؟ مش أول الكلام.
طيب في حاجه في الـ في مايكروسوفت وورد معرفش اتعرضتوها قبل كده ولا لا، او ممكن لما نيجي نتكلم على رايتنج ويز مايكروسوفت وورد، ان انت تغير الكيس او بيسموها تشينج كيس، تغير حاله الحروف. ان انت ممكن عندك جمله عايز تخليها كلها كابيتال كل الحروف، او عايز تخليها كلها سمول، او اول حرف من الجمله كلها يبقى كابيتال، او اول حرف من كل كلمه يبقى كابيتال، ماشي؟ فانت بتتشينج الكيس بتاعت الليترز، عايز تخليها كابيتال كلها، عايز تخليها سمول كلها، عايز تكابيتالايز فيرست وورد فيرست ليتر اوف ذا سنتنس، ولا كابيتالايز فيرست وورد فيرست ليتر ان ايتش وورد. فانك تكابيتالايز اول حرف من كل كلمه دي اسمها تايتل كيس، ماشي؟ في بعض الفيرجنز او بعض اصدارات الوورد كان اسمها تايتل كيس. يعني ايه تايتل كيس؟ يعني لما تيجي تكتب تايتل فالستاندرد او المعروف فيه ان اول حرف من كل كلمه يبقى كابيتال. فممكن تلاقي فعلا اول حرف من كل كلمه كابيتال في كيس معينه، ان انت كاتب عنوان مثلا. انهي عنوان؟ عشان في ليفلز بقى، في مستويات من العناوين. العنوان اللي بالبنط العريض اللي هو اللي هي اللي بعرض الصفحه، لا ده ممكن يبقى كله كابيتال. لا، عنوان جانبي ممكن يبقى طيب الكيس كده اللي هو اول حرف من كل كلمه يبقى كابيتال، ماشي؟ طيب can you spare any old records؟ دي ايه المشكله اللي فيها؟ question mark. question mark بالظبط، عايزين question mark في الاخر عشان نعرف ان ده كده سؤال. طيب 8 items or less، دي ايه مشكلتها؟ نفس الحاجه برضه، مش كابيتال في الاول وفي الاخر المفروض يكون فيه فول ستوب. ماشي، ممكن يبقى فيه فول ستوب في الاخر، وعايزين في الاول طالما ان هي بدايه جمله يبقى المفروض ايه؟ 8 يبقى الاي كابيتال، ماشي؟ ذا جادجز ديسيجن از فاينل. ابوستروفي بعد الاس. ابوستروفي بعد الاس. انهي اس؟ ليه بقى؟ يعني decision بتاع judges. يعني ايه judges اصلا؟ القضاء. القضاء. طب انت ليه افترضت ان هم كلهم اجمعوا على ال decision ده، او ان هم كلهم طلعوا بال decision ده؟ عشان هو بيقول is final، خلاص قرار الحكم. القضاء بتقول ايه؟ بيقولوا يعني قرار. ها مين؟ قرار القضاء is final، اللي هو خلاص. انت ليه مفترض ان هم قضاء؟ ليه مش قاضي أرد. واحد عشان في اس ابوستروف. ما هي لو إز. قبل الاس هيبقى قرار القاضي، صح؟ هتبقى جادج. لو بعد الاس هيبقى قرار القضاء. هي تنفع معنيين عامه عشان هما يكونوا ممكن مغايرين. ما هي الابوستروف هي لما تيجي بقى قبل الاس هتعرف ان هو كان قاضي واحد، ولا بعد الاس هتعرف ان هما كانوا كذا قاضي، صح؟ صح بالغلط. معلش يا دكتور، هو انا عشان لما بكتب عنوان لازم الفول ستوب؟ يعني مثلا لو حاطط مثلا ساين معينه في الشارع لازم الفول ستوب؟ عنوان لا، لا كعنوان لا، بس كسنتنس او كجمله المفروض تحط في الاخر فول ستوب، لان العنوان ممكن ما يبقاش جمله كامله، ما يبقاش فيها فعل وفاعل ومفعول به وكده. شكرا يا دكتور. شكرا لك. فزي ما شفنا هنا كده الابوستروف تعرفك هو قرار قاضي واحد ولا كذا قاضي. دكتور معلش انا عندي سؤال. ايوه هو ليه بعد في اول جمله بعد كومن سايد ليه في كومه بعد كومن سايد؟ ممكن اقول لك كومن سايد ليه بقى؟ عشان سي ديز فيديوز دي في ديز اند بوكس مثلا، فممكن يوقف عند كومن سايد. ماشي، يعني دي اظنها تنفع، مجرد ظن يعني، أظنها تنفع بكومة وتنفع من غير كومة. يعني تعالى عشان كذا، أو تعالى وبعدين بيفسر لك بقى تعالى ليه، يعني ادخل جوه عشان لو عايز تشتري كذا أو كذا أو كذا أو كذا مثلا. خلاص شكرا. في حد عنده سؤال تاني؟ في ناس رفع ايديه. أحمد عماد صالح عايز تقول حاجة؟ أحمد نزل ايده. طيب محمد عاصم، محمد عاصم
ناسي بدون مرفوع الصفر. Like building the busting that holds the fabric of language in shape. يعني إيه؟ يعني إيه fabric؟ ماشي. طيب هو بيقول لك دي زي عارفين السراجة أو إنك تسرج قماش. كان في كولي في الخياطة في ال تفصيل أو كده. عارفينها. يعني هي ايه بقى عم تقوله؟ طيب لما مثلا يبقى البنطلون مثلا في حته مقطوعه بنسرجها كده بنكمل بقيه الانسجه بتاعته بيظبطها انا خياط صح. دي رفعه دي حاجه ثانيه. لا فابريك اللي هي الربع حاجه الماتيريال الاساسيه بتاعه المصنع. لا فابريك هنا مقصود بيها قماش. ماشي. فهو بيقول لك السراجه اللي هي يعني ايه عايز تظبط قماشتين على بعض ماشي فبتسرجهم لو زي ما بتقول كده بتخيط خياطه مبدئيه قبل ما تشتغل عشان وانت شغال ما تلاقيش قماشه وربت عن الثانيه او لوحت عن الثانيه. فهي اللي بتمسك القماش في بعضه ماشي. بيقول لك الترافيك سيجنالز ان البنكتويشن ده يعتبر هو اللي بيمسك القماش في بعضه هو اللي بيمسك الجمل في بعضها ماشي. او هو ذا ترافيك سيجنالز اوف لانجويج هو علامات اشاره المرور بتاعه اللغه. هو اللي بيعرفنا امتى نهدي امتى ناخد بالنا ركز في اللي جاي لا امتى لف وارجع تاني او امتى هتقلب على عكس يعني معنى عكسي مثلا وامتى تقف ماشي. هو the courtesy designed to help readers to understand a story without stumbling. يعني يعني كلمات العجيبة دي طيب يعني ايه كورتوزي؟ اقتناب. ايه صوتك؟ اقتناب. اقتضاب انا اسف. لا مش قوي كده يعني وزي ما تقول كده ايه هو الطريقة اللي تساعد القراء ان هم يفهموا القصة اللي مكتوبة من غير ما يتعثروا أو من غير ما يتلخبطوا أو من غير ما يتكعبلوا أو كده. فهي طريقة لي أو ممكن نقول إيه طريقة عشان تزود بيها فهم اللي بيقرأ ماشي. أو هو الطريق أو القضيب اللي القطر المفروض يمشي عليه لو أنت مش عايزه يهرب أو يطلع بره القضبان أو يطلع من السكة اللي الدرايفر أو السواق عايزه يمشي فيها. فالقطر ده اللي هو إيه الكومبوزيشن والستايل والرايتنج اللي هو البنية نفسها أو التكوين بتاع الموضوع نفسه وأسلوب الكتابة. نعم شغال الريبورت مع أندرو. الصوت بعيد اللي بيتكلم. فهو القضيب اللي ماشي عليه القطر. القطر ده اللي هو الموضوع نفسه بالستايل أو بالأسلوب بتاعه بالكتابة وهكذا ماشي. فيقول لك punctuation فايدته زي فايدة الحاجات دي زي السراجة في القماش عشان تمسك القماش في بعضه تمسك الجمل في بعضها وتمسك الموضوع ببعضه. أو إشارات المرور اللي تقول لك هدي هنا لا أقف هنا لا ركز وانت بتقرأ التالي وهكذا. أو الأسلوب اللي يخلي الناس تفهم من غير ما يتعثروا ومن غير ما يتلخبطوا. أو القضيب اللي بيمشي عليه القطر. طيب لما البنكتويشن ما يستخدمش language هتبقى مفككة زي ما الزراير هتقع من على القماشة. احنا قلنا الأول مثال اللي هو بتاع القماشة. فلو الحاجة مش مربوطة كويس أو الخياطة مش متخيطة كويس بيقولك الزراير هتقع. فزيها language أو اللغة هتبقى مفككة. أو الكلمات هتتلخبط وكل واحد يفهم حاجة شكل ماشي. A sentence no longer holds the door open for you to walk in, but drops it in your face as you approach. مش هيبقى فتح لك الباب عشان تدخل تفهم. لا ده هيلطش الباب في وشك وكل واحد بقى يفهم ليه فهم. بيقولك انت وكتابتك هتطلعوا بره القضيب او بره السكة اللي انتم المفروض رايحينها. وبيقولك يعني الكتابة هتموت وتتبعتر وتبقى اشلاء وكده عشان طلعت بره القضيب فحصل اللي حصل.
وبالتالي punctuation مهم. فتوماس ماكورماك بيقول the purpose of punctuation is to tango the reader into the pauses, inflections, continuities and connections that the spoken line would convey. يعني ان هدف علامات الترقيم ان هي زي ما كأن بتاخد الريدر كأنها بتاخد الريدر. الشبكة وحشة. انا صوتي واضح ولا طيب؟ لا هي تمام صوت حالك واضح. لا واضح واضح تمام. كأنها تاخد القارئ ترقصه تانجو يعني عشان يعرف البوزز امتى يقف امتى في كلام جاي عكس اللي فات امتى الكونتينيوتيز او بنكمل الكلام اللي اتقال الروابط بين الجمل وبعضها بحيث يوصل له الرسالة زي ما لو الكلام ده مقري او حد بيقرأ يعني لو الكلام ده شفهي او حد بيقوله له في وشه فهو لما يقرأ مكتوب توصل له الرسالة زي لو كان حد بيقوله له شفهيا. ماشي دكتور؟ ايوه. هي الماده ام سي كيو ولا ريتم؟ وعلاقه ده اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي محمد الاسلام. اصل الانجليش يعني كتير وكلمات. طب ما كنت تخليها فاهم اللي بنقوله طيب ولا لا؟ فاهم اللي بنقوله ولا لا؟ مفهوم. طيب ماشي يعني خليك فاهم وبعدين نشوف بقى الامتحان يعني الأسئلة اللي بره الموضوع دي خليها في الآخر. ماشي تمام. مش حاضر. يقول لك علامات الترقيم هي عادة يا إما separators يا إما فواصل يا إما terminators حاجة بتقفل أو بتنهي يا إما فواصل بين حاجة وحاجة. They have two distinct functions ليهم وظيفتين يعني مختلفتين أو متميزتين عن بعض. Eliminate grammar of a sentence إنه بيركز أو بيضيء الجرامر بتاع الجملة أو point up rhythm direction pitch tone and flow إنه بيزبط الريتم أو ال direction أو التون اللي أنت بتتكلم فيه وهكذا. ماشي طيب. Why cat is not a comma? Cat has claws at the end of its paws. A comma is a pause at the end of a clause. يعني ايه؟ دكتور ايوه حد هيشرح. هلو اللي بيقول لك القطة عندها مخالب في نهاية الكفوف او الايدين بتاعتها الكومة دي واقفة في نهاية الجملة ماشي فعشان كده القطة ما هيش كومة يعني المفروض دي يعني أسجع أو يعني ده كده شعر حاجة close pause pause close بس يعني مع اختلاف السبيلينج فالقطة عندها close في نهاية البوز إنما الكومة هي pause في نهاية الكلوز ماشي حد عنده سؤال لحد كده؟ سمعت الدكتور ايه المراد من الجمله اللي فاتت مش فاهم ايه القطه مالها من الكرومه مش فاهم القطه مالها من الكرومه مش فاهم ده حاجه كده يعني زي ما تقول كده مش هقول فور فان بس يعني حاجه ان كلوز وبوز وبوز وكلوز مع اختلاف السبيلينج فيعني كونت مش عارف ده يبقى بيت شعر عندهم في الانجليزي ولا يبقى اسمه ايه الصراحه رايم سكيم في الشام رايم سكيم رايم سكيم طيب ماشي ده هو يعني اللي هو نهايه الجمل بتبقى زي بعضها زي القافيه عندنا مثلا صح طيب تمام مين دي كده يوسف ماشي تمام الحمد لله شكرا دكتور شكرا طيب مانويل يقول عنده بزهمات ناو ماشي في محاضره دلوقتي ريبورت رايتنج وفي محاضره ثانيه ريبورت رايتنج يوم الخميس لو الميعاد مش مناسب حد يحضر الخميس لو الخميس مش مناسب حد يحضر الثلاث يعني اي حد يحضر في اي من الميعادين مش ازمه يعني ده ردا على ايمانويل اللي كتب في الكومنتس او في الشات طيب between staunch and flexible
punctuation is being governed. بيقول لك ان punctuation تلتينه ليه قواعد وفي تلت كده بالذوق كده او بالاحساس او تحس انها مش راكبه. لا يعني المفروض نحط هنا لا مش يعني في حاجات محكومه بقواعد معينه وفي حوالي التلت يعني بالاحساس كده او مش راكبه كده يعني ماشي. طبقا دي مايند ستوب من كامبريدج يونيفرسيتي بريس سنه 1939. examples قدمت فيها لكن طيب لو بصينا على جملة زي دي معناها ايه؟ الواحدة من دون رجلها ولا حاجة. طيب هل عنده رأي تاني؟ الكلمة نفسها مثلا لو شلنا منها man هتبقى ملهاش معنى. يعني ملهاش معنى على الجملة يعني woman لو شلنا كلمة woman لو شلنا منها man اللي في الآخر دي هتبقى وش بس ما ولا ايه؟ هي وجهة نظر برضو. طيب حد عنده رأي تاني؟ طيب انا الكلمه دي كده مش واضحه مقصود بيها ايه او الجمله دي كده مش واضحه ليه؟ باختلاف المذاهب او الاقاويل ودول بينتموا لايه ومين مين بيشجع ايه. فقال لك الذكوريين هيقولوا ايه الجمله دي معناها ايه؟ الحرمه بدون زوجها ما تسوى شيء. خلينا نقول طيب السيدة بدون الرجل أو طيب. إن الست من غير الراجل لا شيء أو يعني كأن اللي في النص دي جملة اعتراضية وممكن نأخرها ممكن نبطرها يعني a woman is nothing without her man أو a woman without her man is nothing. إن السيدة بدون الرجل لا شيء. طبعا الكلام ده هيزعل ناس. هيزعل مين؟ الميتنج ده كله ولاد صح؟ مفيش بنات تظهر تقدر. أنا ما أعترض. ولا فيكم بالإشارة يفهموا. تقول إيه؟ الدكتور أنا ما أعترض على الموضوع. أنا فيكم بالإشارة يفهموا. طيب البنات هيتضايقوا فيردوا يقولوا إيه؟ الجملة الأولانية أنا ممكن أقراها بطريقة تانية اللي هي فرقت إيه بقى؟ A woman without her man is nothing. يبقى الرجل هو اللي ولا حاجة من غير الست. فالجملة الأولانية ثابت كل واحد يفهم اللي هو عايزه. ماشي؟ من غير punctuation marks من غير أي حاجة. فأنت لما تحط الكومة دي والكومة دي هتوضح أنت قصدك إيه إن الست من غير الراجل ولا حاجة. أو لو حطيت النقطتين الكولون والكومة وضحت إن الست من غيرها الراجل هو اللي ولا حاجة. ماشي؟ فبقى معنيين على النقيض تماما. دكتور بعد إذنك يعملوا مشكلة بين الرجالة والستات أصلا يعني. قول. دكتور بعد إيه الفرق بين النقطتين اللي على بعض دول الكومة أصلا يعني في الجملة طيب النقطة إحنا هنشوف كمان شوية يعني إمتى تستخدم دي وإمتى تستخدم دي وإمتى تستخدم دي ودي معناها إيه وهكذا.
ماشي. فالتو كوماز دول ممكن يبقوا ان اللي بينهم جمله اعتراضيه او جمله توضيحيه او حاجه مش مهمه ممكن تشيلها. فممكن تقول a woman is nothing. ليه كنت عايز تفسر بقى وتقول without her man مثلا ماشي. انما a woman نقطتين انت بتنبه بقى للي جاي هتقول حاجه على اللي فات او يفسر اللي فات ماشي. زي ما نعرف كمان شويه بقى في التفاصيل لما نمسك كل علامه منهم ونشوف بقى ممكن تيجي بمعنى ايه وتيجي امتى وهكذا. تمام شكرا هند. بس يا دكتور الجمله الثالثه يعني مش واضحه. يعني هو كمان ممكن يقول man is nothing without woman. يعني هو ليه قالها بالطريقه دي؟ هو بينبه احنا بنتكلم على الومن واهميتها ان without her man is nothing. زي تقديم وتاخير كده. قدم أوما لأهمية الموضوع والأهمية اللي هو بيتكلم عنها. وبعدين بيقول لك بيفسر بقى ليه الأهمية دي إنه without her man is nothing. ماشي. طيب. يا دكتور. أيوة. المفروض قبل بقى أمام nothing. قبل إيه؟ في تالت جملة المفروض تبقى أمام is nothing بدل man على طول. طب احنا ممكن بيتكلم على مان ان هو صنف الرجاله كله مش امان مش رجل واحد بس. امان تبقى انا قصدي على رجل بحد ذاته. لما مان عامه بقصد على عامه اي حد اي مان عامه او التعميم يعتبر ماشي. طيب قد عايز يقول حاجه تاني قد عايز يعلق اما اصلا الناس ايده مرفوعه تقريبا. غلط. طيب نستكمل نحاول نسرع شوية عشان نبدأ نفتح حوالي نص المحاضرة واحنا لسه بدري علينا. طيب تشارلز ذا فيرست ووكت اند توك هاف ان اور افتر هيز ثواني بقى عشان كده في حاجة في الانيميشن مش مظبوطة تقريبا. هنا بيقول لك ايه Charles the first walked and talked half an hour after his head was cut off. يعني ايه Charles الاول يعني Charles مشي واتكلم نص ساعة بعد ما كانت راسه اتقطعت صح؟ تمام. حد يعرف يعملها دي؟ واحد رأسه تتقطع وبعدها يمشي ويتكلم لمدة نص ساعة؟ في حاجة مش مظبوطة. اللي مش مظبوط إيه؟ البنكتويشن بتاع الجملة. بيقولك Charles the first walked and talked. مشي واتكلم. بعدها بنص ساعة half an hour after his head was cut off. رأسه اتقطع. الكلام الظاهر ما عجبش الناس راحوا مطيرين راسه بعد نص ساعة. فالأولانية يتفهم منها إن هو مشي واتكلم بعد ما تقطعت راسه بنص ساعة. إنما التانية هو مشي واتكلم بعدها بنص ساعة راسه اتقطع. ماشي. فبرضو المفهوم أو المعنى اختلف تماما. طيب يقول لك it's under these circumstances that we feel constrained to call upon you to come to our aid should a disturbance arise here. The circumstances are so extreme that we cannot but believe that you and the men under you will not fail to come to the risk of people who are so situated. بيقول لك حط نقطة بعد كلمة aid ونقطة ثانية بعد كلمة here وشوف الفرق في المعنى. يعني حط نقطة مرة هنا ماشي ومرة هنا وشو يعني مرة هنا واقرأ ومرة هنا ومرة وشوف الفرق في المعنى. فبيقول لك في الظروف اللي احنا فيها دي احنا يعني we feel constrained احنا شايفين ان احنا مضطرين او ان احنا ماشي ممكن نقول مضطرين احنا نكلمك عشان تيجي تساعدنا ماشي. لو انت كنت حطيتها بعد هير هيبقى مضطرين ان احنا نكلمك تيجي تساعدنا لما يحصل disturbance عندنا ماشي. فبقى
المفهوم ان انتوا بتطلبوا ان هو يجي يساعد دلوقتي ولا لما يبقى يحصل مشكلة هيبقى يجي يساعدنا وقتها؟ فبرضو المفهوم اختلف. هنا هنركز اكتر على الابوستروف. ماشي، الابوستروف تيجي امتى وتستخدم في ايه وهكذا. طيب قبل ما نبدا في الابوستروف ناخد البريك بتاعنا، احنا كده فات حوالي 9 ل 10، ناخد البريك بتاعنا وبعدين ندخل في تفاصيل كل واحده لوحدها ولا ايه؟ نخلص حاجه وناخد بريك ولا رايكم ايه؟ تمام، نكمل على طول عشان عندنا محاضره الساعه 6:30. كمل نخلص ان شاء الله 6:30. يعني نخلص يا دكتور قبل 6:30 كده مثلا، نخلص 6 ولا حاجة علشان نلحق. 6 دي صعب يعني، 6:10 مثلا. كم واحد عايز بريك دلوقتي؟ ارفع ايدك. كم واحد ايه؟ عايز بريك دلوقتي؟ ارفع ايدك وخلاص، ما دام انت ما سمعتش ارفع ايدك. كمل احسن، عندنا انا محاضرة. ثلاثة أربعة تقريبا انتوا بتنزلوا ايديكم، انا عارف انكم بتنسوا ايديكم مرفوعة. المحاضرة كده كده اصلا متسجلة يا دكتور، يعني ما فيهاش مشكلة. نعم، المحاضرة كده كده اصلا متسجلة فما فيهاش مشكلة. ما فيش مشكلة في ايه بالظبط؟ ما فهمتش. يعني ممكن الواحد يريح شوية ويتفرج على ربع ساعة اللي هو ريح فيها دي. هل تندس يتفرج؟ اه طيب ماشي. دكتور طيب بدينا نخلص الابوستروف مثلا وبعدين ناخد بريك. ماشي يا دكتور. ايوه يا دكتور، عشان نصلي احنا ما نبغى بريك. قال عايزين نصلي العصر ولا المغرب ولا ايه بالظبط؟ المغرب. طب ماشي، مع المغرب ده لسه ما بدأناش اصلا. بس اذا خدنا بريك يا دكتور هيكون بعدين هنخلص 6:30 هندخل المحاضره الثانيه، يعني لازم نصلي في البريك ده. لا ان شاء الله يعني ان شاء الله نخلص قبل 6:30 ان شاء الله. ان شاء الله. طيب خلينا ناخد البوستروف وبعدين ناخد بريك وبعدين نرجع تاني. السكشن بتاعنا الساعه 7 ولا الايه؟ السكشن بتاعنا بكره ولا النهارده؟ يعني في سكشن النهارده وفي سكشن بكره وفي سكشن بعده. شوف انت ميعادك بتحضر امتى او ثبت نفسك في ميعاد تيتوريال بس في بقيه الترم. يعني انا ممكن اثبت في ميعاد عادي، مش شرط ان احضر النهارده او اي تاني، اليوم اللي هو مثلا موجود فيه احضره عادي واثبت نفسي. اتاكد من المعيدين نبهوا عليكم ان لازم تبقى انت اساين في الميعاد ده ولا ان في اي ميعاد، بس يعني تبلغ المعيد عشان اسمك يتثبت في الميعاد. مش متأكد الصراحة، هم قالوا عليك واحد. خلاص ماشي. طيب يقول لك الابوستروف معناها في الإغريقي في اليوناني turning away، وبالتالي بقت omission or elision. انت ممكن تختصر حاجة. ففي القرن 16 first picked up and used to mark dropped letters، استخدمت عشان لو فيه حروف هتختصر. في القرن 17 اتحطت قبل الاس in singular possessive cases اللي هو الملكية في السنجل او في المفرد، زي the girl's dress. اتحط الابوستروف قبل الاس عشان توضح ملكية لحاجة مفردة. في القرن 18 بقت تتحط بعد البلورال بعد الجمع عشان توضح البوسيسيف او الملكية. ماشي، فده ممكن نقول ايه فقرة او نبذة تاريخية عن الابوستروف. طيب الابوستروف دي لازمتها ايه؟ ممكن تشتغل كبوسيسيف ان هي بتتكلم على الملكية. لو بنتكلم على سينجلر ناون زي بويز هات، ان هي ابوستروف اس ان الهات بتاعت البوي. لو بلورال without اس، لو حاجة جمع ما فيهاش اس زي children مثلا هتحط لها ابوستروف وبعدين اس. لو بنتكلم على regular plural ان هو في اس في نهايته يبقى هتحطها بعد الاس. ماشي. طيب اللي هي ممكن بتتكلم على time or quantity، زي ما تقول in one week's time، في مدة
one week ماشي أو indicates omission of figures in dates. إنك لما تيجي تتكلم على تواريخ هتقول مثلا the summer of 1968 احنا معروفين احنا نتكلم في 1900 فتشيل الواحد تسعة وتبقى apostrophe 68 يبقى انت هنا اختصرت شلت ال 1900 وبتتكلم على السنة اللي بعد كده وخلاص أو يعني two digits أو indicates the omission of letters انت ممكن تكون اختصرت حروف زي اللي نعرفه ده ايه ده it's your turn اختصار ايه it is your turn ماشي طيب والأخيرة اللي it's got very cold دي اختصار ايه it has got very cold طب هنا بقى we can't go to Jeopardy ده ايه بقى can't دي اختصار ايه cannot ماشي والأخيرة دي بقى اختصار ايه؟ جوبرج دي اختصار ايه بقى؟ جوزيف ممكن او واي اس الاس دي هتبقى ايه يعني صار مدينة اسمها المدينة بقى فين المدينة طيب مش عارف والله بس تقريبا اختصار مدينة دكتور مو بجو برجر او شيء كده برجر اسمها عن جوهانسبرغ اسمها عن جوهانسبرغ تسمعوش خالص كده؟ أمين جوهانسبرغ دي مفروض مدينة في جنوب أفريقيا أظنها كانت عاصمة في فترة ما فاختصاراً جوبرغ خلاص يعني اختصر حبة حاجات بقى هانس دي كلها إنها جوهانسبرغ شال هانس على بعضها واختصرها بالأبوستروف فبقت الأبوستروف هنا تدل على إن في omission of letters إن في اختصار أو في حذف لبعض الحروف طيب The contractive and the possessive. هذا الصوت دكتور. دكتور ماشي بس ممكن السلايد في الدقيقة واحدة. ثانية واحدة. اللي هي one week time. One week's time. ممكن أخلي فيه slash ما بين one week مكان الأبستروفس. كبديل يعني. Slash يا مفتري. مش slash. ما شرطة اللي ما بينه. اللي هي شرطة. One week. هنشوفها كمان. هنشوف الشرطة كمان. هنشوف الشرطة كمان شوية. ما تستعجلش على رزقك يا يوسف. هتنفع كبديل يعني. هنشوف كمان شوية. ماشي شكرا. شكرا. The contractive and the possessive. أنا بقول لك the rule is the word it's with apostrophe stands for it is or it has. ماشي. If the word does not stand for it is or it has, then what you require is it's. فit's ما بتختصرش بapostrophe هنا. It's اللي هي إيه؟ ممكن نقول الملكية أو بتاعت الجماد أو الحيوانات كده. فهنا لما تقول thank God it's Friday ولا it is Friday مين اللي صح فيهم؟ it is Friday. فit is Friday دي المفروض إن هي الأصح إن النهاردة الجمعة الحمد لله النهاردة الجمعة هنأجز شوية مثلا ماشي. بيقول لك no matter what you that you have a PhD and have read all Henry James twice, if you still persist in writing good food at its best, you deserve to be struck by lightning, hacked up on the spot and buried in an unmarked grave. يعني بيقول لك لو انت معك دكتوراه وقريت كل حاجة هنري جيمس مرتين بس انت بتصر على انك تكتب good food at its best يقول لك بقى يعني المفروض اللي يعمل العمله دي يستحق بقى ان هو يسحق ويتضرب بقى بتاع ده بالصواعق وبالرعد والبرق وما اعرفش ايه ويدفن في قبر ما علوش علامه او يعني محدش يعرف طريق جره زي ما بيقول. هو ايه الغلط في اللي هو قاله هنا؟ المفروض اتس مش ات از اتس ان ال ال
جود فود في ال... يعني في البيست بتاعه او في احسن في احسن صوره ليه، مش ات ات از بيست. ماشي طيب نرجع ليه الابوستروف تاسكس بلاك فيتشرز ان ايريش نيمز، ان في الكلمات او الاسامي الايرلنديه فساعات بيبقى الاو ابوستروف الاسم، ودي معناها ايه؟ بيقول لك ان دي في الاسامي الايرلنديه هي انجليسايزيشن اللي هو بينجلز او يعني بيخليها انجليزي يعني اوف يو اي بمعنى جراند سان، يعني ده نيل اللي هو الحفيد او كازي الحفيد، فباختصارها او ابوستروف وبعد كده معناها الحفيد. Indicates the plurals of letters. إنه بيقول لك how many F's are there in Fulham؟ في كم حرف F؟ فهو هنا بيتكلم على ال F ك على يعني ك كيونت على بعضها. في كم F's في Fulham؟ Indicates plurals of words. ممكن زي ما تتكلم على ال F تتكلم على كلمات. What are the do's and the don'ts؟ ايه هي الدوهات؟ يعني بيقولك اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، تعليمات بحاجات تلتزم بيها، فبيقولك دو كذا دو كذا دو كذا، فجمعها هتبقى دوز، وما تعملش كذا ما تعملش كذا ما تعملش كذا ما تعملش كذا، فجمعها بقى دونتس. يبقى الدونت بأبوستروف ايه هتجمعها يبقى تحطها أبوستروف اس. Are there too many buts and ands at the beginning of sentences these days؟ فبط برضو بتجمعها تحطها بصرف اس، and هتجمعها تبقى بصرف اس، فهو انا بيجمع كلمات على بعضها فبقى بصرف اس. The lifted task اللي هو ايه؟ It no longer has to appear in the plurals abbreviations MPs or plural dates. يعني قبل كده كان بيبقى في بصرف اس هنا زي ما كنا نتكلم شوية على CDs والDVDs وكده، فبيقول لك دلوقتي ما بقاش لازم ان نحط ابوستروف اس في الحاجات دي. ام بي يعني ايه؟ ام بي يعني ممبر اوف بارليمون، يعني عضو مجلس الشعب، فعايزين نقول اعضاء مجلس الشعب، يبقى ام بيز كانت تكتب ابوستروف، بس بيقول لك دلوقتي نو لونجر هاز تو ابير، ما بقاش لازم دلوقتي ان احنا نكتب ابوستروف. نفس الكلام اللي احنا بنتكلم في الثمانينات فكانت تتحط ابوستروف اس، وبعدين دلوقتي نو لونجر مش محتاجين ان احنا نكتبها او الناس تعرفت انها ممكن تتكتب من غير ابوستروف اس. ماشي. Abolish the apostrophe and it will be necessary before the hour is up to reinvent it. يقول لك لو شلت الابوستروف هتبقى necessary فهترجع تخترعها تاني. طيب حد عنده سؤال في كده؟ سؤال حد كده؟ إيه ناخد بريك 10 دقايق تاكل اللي خليه 5 دقايق عشان اصلا بدات معاكم متاخر عشان ما اتاخرش على الفتره اللي بعدها او التوتوريال كده. نلتقي 5:48 كده ان شاء الله. ماشي تمام تمام. احنا قلنا في البريك بنوقف تسجيل صح، بنسيبه يسمعوا سكوتنا، وقفنا قبل كده صح؟ وقفنا بنوقف. ماشي بنوقف تسجيل.